اجتمع المكتب المديري هذا الصباح من 11 دابا حنا اوني بريسك 3:30، والقرار اللي خرجنا به كوننا واحد اللجنه غتجتمع مع السي جمال السلامي دون لي 24 اور، ومن بعد الاجتماع غيتخذ القرار ديال المكتب المديري. وفي هذا الصدد خرج واحد البلاغ رسمي في الموقع الرسمي، طلعوا عليه، وغدا ان شاء الله نعطيكم موعد في هذه الوقيته باش نعطيكم الحيثيات ديال القرارات اللي غتاخذها هذه اللجنه مع سي جمال السلامي اللي تنقدروا وتنحترموا بالمناسبه. وشكرا سي سعد.